الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما كنت أقدر أتكلم، متعب شوية من السفر، لكن سمعت من ناس كتار في القرية بتاعتكم دي إنه في فكي دجال موجود هنا في هذه المنطقة، عامل فيها بيعالج النسوان وبيدي جنة، كذاب محتال. قال إنه هو ربطني أنا وما بقدر يتكلم في هذه القرية. الله يربط راسك. وهدانا جيت الآن، أها أنت تاني بتصلح تكون فكي؟ جيت هو ده بتكلم. فدي رسالة لأي زول عاقل إنه يترك الزول ده، زول محتال دجال. أنا ما أقدر أجيب اسمه لكن الناس كلهم عارفين، معروف، عشان ما نرفع من قدرك نجيب اسمك، معروف للناس، عمل فيها بيعالج القرآن ودجال، ما عنده علاقة بالقرآن ولا من أساوين وبلاوي، عمل فيها بيعالج فيهم. فقال هو ربطني ما بقدر يتكلم في الحلة دي، أنا جوا الحلة دي الآن، قاعد جوا الآن. فيبقى أي زول عاقل المفروض دي رسالة واضحة له إنه زول ده دجال بس كذاب. ربطك يا أخي، ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله يا فكيه بليد. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. الله قال كده. وربنا سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس كان صغير، قال له يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يعني طبق أوامر الله واتق الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم، وده الشاهد هنا، ده الدليل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. شو التوحيد ده كيف؟ يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس لما كان غلاما صغيرا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نصيحة لأهل هذه القرية خاصة والدبو آمنة والعالم كله، إن الفكيدة دجال مجرم كذاب محتال، أكل قروش النسوان، عرفته؟ وزول كاهن في الشريعة، اسمه كاهن، أنت سمي فكي بطريقتك، في الدين الإسلامي اسمه كاهن وعراف. حكمه شنو؟ خلي من حكمه ذاته. الزول اللي بيمشي له بيصدقه بس، شوف حكمه شنو بعد ذاك حتعرف حكم الفكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تمشي له وتصدقه أنت كافر، كافر تب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة ديل هم الأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى السنة. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما تسمع كلام ناس الترابي الدجالين المجرمين. السنة ذات نزل الله، لأن ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالزول اللي بيمشي للفكيدة ولا غيره، كان مكاشفي ولا قادري ولا سجم رماد، الرسول قال ده كفر بالقرآن والسنة. ده الزول اللي بيمشي له، مش هو ذاته اللي بيمشي له وبيصدقه، كان مرك الراجل، كان مرك الراجل. وهنا يقدم النساء لأنه أكثر زوار الفكي النساء. كان مرك الراجل يمشي للفكي وصدقه كفر بما أنزل على محمد، يبقى الفكي شنو؟ اللي بيمشي كافر وبيصدقه، الفكي شنو؟ خلاص؟ فده شغل بتاع دجل. بيمشوا للنسوان قالوا لي، قال بيديهم الجنة،
عنده مخزن بتاع اولاد؟ عنده مخزن؟ ما عنده. دول كذاب، كذاب ودجال ومنافق. ليه؟ لانه ربنا قال الجنة عنده. أنا أصدق كلام الله ولا كلام التابع للطريقة المكاشفية ده؟ كلام الله، وأنا ما بخاف منك. الدائر بسوي معك، الدائر في راسك، في نخرتك، في أي حاجة بسوي معك. كذاب، عرفتها؟ تقول ما بيجي أنا ربطته ده، أنا قاعد قاعد خلاص. فربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض، حق الله. الناس دي تفهم بتين إنه الملك ده حق الله. يا أخي يا أخي، الليلة الصوفية بينشر في المسلمين إنه الكون ده مالكنه الصوفية. محمد عثمان المرغني قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا أو قال لحرمتنا. الناس دي تفهم بيتين ان الملك حق الله. المشركين عارفين الله المالك، انت عارف المعلومه دي ولا ما عارفها؟ ناس ابو جهل ولا ابو لهب، المشركين الزمان عارفين الملك حق الله. الناس الليله اللي بيصلوا في الجامع عندنا اغلبهم اكثرهم ما عارفين الملك حق الله، لانه المرغني قال الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا. القادريه قالوا الكون كله، قال في قبضتي كفرخ الحمام، قال زي الفرخه بتاعت الحمام، قال انا ماسك الكون جد. والقال الماسك الكون ده مات، الصوفي ده مات، مات يبقى ماسك الكون كيف؟ يا ناس ما تتقوا الله. كل الصوفيه اللي قالوا ماسكين الكون الله كتلهم وتفجغوا وتعفصوا وقاعدين تحت الواطئ، ان حفرت سروال ما تلقاه. يقول لك مالك الكون. الأمة دي تعرف الكلام ده بتين؟ إنه ربنا قال لله ملك السماوات والأرض. وشوف الآية دي جات بأسلوب الحصر والقصر والاختصاص، لأنه لله اللام حرف جر واسم الجلالة مجرور. ربنا قال لله، والجار والمجرور في اللغة العربية عموما بيكونوا مؤخرات في الجملة في النهاية. ربنا هنا قدمهم في الجملة في البداية. ليه؟ عشان يفيد الحصر إنه الملك بتاع السماوات والأرض والمخلوقين كلهم مالكهم الله. القادرية قالوا مالكينه نحن. القادرية ده تابع لهم المكاشفية والعركية، كلهم داخلين تحت القادرية، وأولاد الكباشي دير كلهم قادرية. وشيخ اللمين المحايت وبيبسي داك وشنو شنو شنو داك، داك برضه قادري تحت القادرية. الله قال الجماعة دي الكذابين، وبرضه في ناس قادريه ما قدر يصدقوا كلام الله، برضه في ناس تابعين للطريقه. الله قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. وهم اللي عاملين فيها مالكين الكون ما قادرين يوقفونا احنا بنتكلم فيه. تبقى مالك الكون كيف؟ كده بالراحه كده. انت مالك الكون شد اعلاه اسفله في طي قبضتك وكفرخ الحمام وقاعد الكون جوا اذانك، ما في مشكله. انا قاعد اتكلم ما بتقدر توقفني. وشغالين، واكثر دعوه ماشيه الدعوه السلفيه دي، اكثر دعوه في الكره الارضيه كلها. تعرف المعلومه دي ولا ما عارف؟ اكثر دعوه ماشيه دعوه التوحيد دي. صح في ناس كتار دعوات ثانيه عندهم، ناس كتار لكن جوغه جوغه ساكت، جوغه وفوران بتاع اندروس ساكت. الدعوه دي الدعوه المؤثره، دي الدعوه المؤثره. انت لو مالك الكون وقف كلامنا بس، ولا الكون خلي، لا دايرين منك مطر، لا دايرين انك تدي النسوان الجنيات، يا كذاب يا محتال، تعال وقفنا احنا بنتكلم. واذا دار يوقفنا يقول لك مشيت ناس الامن كلمتهم. طيب انت ما مالك الكون جوا وناس الامن تكلمهم ليه؟ انت مجنون ولا شنو؟ انت ما توقف الكون ده؟ ما توقفنا نحن؟ تكلمهم ليه؟ تكلمهم ليه؟ انت ما مالك الكون؟ الله قال لله ملك السماوات والارض. يا صوفي يا كذاب، الله قال الملك حقي؟ ما حقك ابدا. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا. الله الله، ما في صوفي معاهم، صوفيه كذابين محتالين. الله قال انا براي. ويهب لمن يشاء الذكور. اسمعوا يا نسوان واسمعوا يا رجال، شمرتك ما تلبس وتقول لك ماشيه للشيخ، ها؟ للولي ده ما ولي، ده ضارب دخن وقاعد تودي مرتك كيف انت؟ انت مجنون ولا شنو؟ خلاص؟ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا.
ويجعل من يشاء عقيما. ده الله الله الله. فهمت الحتة دي؟ نمرة اثنين، المشي للدجاج الذي يقول انه كفر بالله، كفر عديل. لكن المعلومة المهمة انه قد يقول لك حاجة من علم الغيب عنك انت غايبة تكون صحيحة. يقول لك والله يا اخي انت عارف يمكن يحصل لك عارض كذا كذا، ربنا يقدر يحصل لك. اوعك تقول اوه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. ده زول عفن وسخان، ده ما ولي لي الله يا شيخ، ده ما ولي، لا يمكن يكون ولي بحالته دي. زول مشرك عقيدته شركيه يكون ولي كيف؟ زول اللي بيعتقد غير الله بيخلق، بيعتقد انه غير الله بيعلم الغيب، بل بيعتقد انه هو بيعلم الغيب. ده من الطواغيت، بل ده من رؤوس الطواغيت الخمسه، اكبر طواغيت في الكره الارضيه. السلف قالوا الطواغيت كثيرون ورؤوسهم كم؟ خمسة. قالوا من الخمسة من ادعى شيئا من علم الغيب، ده من رؤوس الطواغيت مش من الطواغيت. وربنا ما رسل رسول إلا لمحاربة الطواغيت، أي رسول بلا استثناء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. لكن قد يخبرك بشيء يكون حق، هل ده معناته هو ولي صالح؟ لا 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 لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا قال ديل دجالين مجرمين بيتعاملوا مع الشياطين، فكده ذاته وغيره يتعاملوا مع الشياطين كيف؟ شيطان يقول له امشي ازني بامك، او الشيطان يقول له اكفر بالله خلي الصلاه. شكله تلقى الصلاه بغي ما في الجامع هو ما بيجي، كل الصلوات او صلاه معينه ما بيجي. ليه؟ لانه دي تعليمات حقت ابليس، قال لي يا تعمل كده انا ما بشتغل معك. وبعد ذاك يقول لك انا ملكت الجن. كذاب. ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. الشيطان اللي استحوذ عليه مش هو المالك الجن، عرفتها؟ لا يمكن. وذاك ملوك قال لنبي الله سليمان لا ينبغي لاحد من بعده ابدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي، والحديث البخاري، فجأة في الصلاة كده قام قبض حاجة بيده كده، لما انتهى من الصلاة قالوا له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا إبليس أو الشيطان جاء بشهاب من نار داري يحرق به والنبي صلى الله عليه وسلم. شفت الألفوكة يدل أتباع الشياطين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا مشغلين مع الشياطين. ويجي يقول لك نحن حب المصطفى يصفي دمك يا مجرم، عرفتها؟ فالشيطان ده يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مسكه وخنقه، قال فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا انني تذكرت دعوه اخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. قال لربطته في ساريه من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الموضوع. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده ملوك سليمان بس، أنت يا فكي يا مجدوع هنا غاشي لك سبع نسوان دار تكذب علينا تقول مالك الجن يا كذاب يا مجرم. فالشيطان بيقول له تقول في المصحف تجدعه في الدبليو سي، تجدعه في الدبليو سي، أو ما تصوم رمضان، أو أكفر المهم بأي طريقة من الكفر. بعد ذاك بيبقى ساحر كافر، لأنه ربنا قال كده عن الجماعة ديل. ربنا قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى طالما بقى ساحر ويوريك ويفتح لك الكتاب وعامل فيها بتاع شنو، ده كفر بالله، كفر أول حاجة، دفع الثمن غالي، فقد دينه وعقيدته إيمانه. بعد ذاك الشيطان بقى شنو استحوذ عليه، فبقى يعمل لك حاجات غريبة، يقول لك بيحصل وما بيحصل، أو يوريك مكان الحرامي. أصل واحد من اثنين وراك مكان الحرامي ده، إما ساحر أو إما الحرامي ده الحوار بتاع الشيخ ذاته، مشى سرق وأدى الشيخ 90% وشال 10% وراه دي بهيمة فلان سرقناه من الحواشة الفلانية. أنت تجي داخل يقول لك والله تسرقوا منك بهيمة امبارح، ما ده الحوار كلم. أو يكون ساحر الشيطان، ما الشيطان استحوذ عليه، ما في أي حل غير كده عشان ما تتخدع ساكت. والنساوين يتخدعن، لأنه غالب النساء
ضعاف العقول، ضعاف الدين والإيمان. يا أخي أنا هسه جاي في الطريق ده، نزلنا فطرنا في حتة كده، واحد لقيناه قال لنا أنا من منطقة كذا كذا، قال في صوفية عندهم أظن قبة وبتاع، فلسوا زباين ما في، لا في نسوان بقى يرمون قروش في القبر في الضريح، لا في رجال بيرموا موبايلات تقول الشيخ شغال في زين، المهم ما في أي حاجة، القبة بقت ناشفة شت ضريصة بس ناشفة. قاموا الصوفية فكروا فكرة، الدراويش تمام محتالين ديل، انت عارف ديل بروفات في الاحتيال، في شجرة بتاعت نيمة مجدوعة ساكت في الحلة، قالوا الشجرة دي بتحلب لبن وعسل، في شجرة عندها سدي، قال شجرة نيم كمان قال بتحلب لبن وعسل. أخونا قال لي ما في حاجة، قال لي أصو في شجر لما انت تعمل اللحاء بتاعها كده في حاجات لزجة بتنزل، قالوا ده لبن وعسل حق أبونا الشيخ. قال الناس من الخرطوم ومن وين ومن الشمال والجنوب وغيره راكبين لواري وعربات وباصات جايين لشجرة نيمة، عليك الله ديل ما ناس وهم، بس أنا بسألك بالله ديل ما ناس وهم يا أخي، نيمة بتاع شنو يا أخي؟ يا أخي سبحان الله، عمر بن الخطاب وده أثر صحه الألباني في صحيح الترغيب للمنذر والترهيب، في المنسك حج أو عمرة طاف، المهم طاف في البيت، ما جاء استلم الحجر الأسود أو دار يطوف قام استلم الحجر الأسود قبلوا، قال إني لأعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ده الحجر الأسود، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنت عارف الحجر الأسود ده شنو؟ تقول ليش شجرة نيم؟ حجر الأسود ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود نزل من الجنة كان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية كان أشد بياضا من الثلج، سودته خطايا أهل الشرك المشركين ديل، حجر جاء من الجنة سودوا، السكر ما يغلب أقلك والبنزين ما يغلب أقلك، أه؟ حجر جاء نزلوا الله من الجنة، عباد القبور ديل والمشركين الأوائل ذا كانوا مشركين كفار، لكن حقين الليلة أكعب من ديلك بالمناسبة وأشرك وأكفر من ديلك، ديلك الأخف من حقيننا الليلة سودوا الحجر الأسود أجى من الجنة ذاته. شوف الكلام ده كيف؟ رغم إنه الحجر الأسود ده من الجنة، عمر بن الخطاب قال لي أنت ما بتضر ولا بتنفع، جريت الدار جايبة قبة عبد المحمود نور الدايم، قالوا طلعت موية ولا زيت ما بعرف، المهم طلعت موية، جريت الدار قالت الموية جريتها قاعدة في البيت هسه قاعدة، من شرب منها شربة من هذه الماء بتاعت عبد المحمود شنو أعرفه، قال لم يظمأ بعدها أبدا، ومن شرب منها شربة حلت جميع مشاكل الدنيا والآخرة له، والله زيدها. قال بتاع الدار طبعا يعجبك في الكذب، اسمه مين بلال ولا بلال، قال وقد زارت الصحيفة موقع الحدث، حدث بتاع شنو يا أخي، في ماسورة ضربت يا مجنون، ما في أي حدث يا أخي. وابن تيمية قال، ابن تيمية قال في احتمال ثاني، ذكر كلام ده عن مثل هذه الأشياء في زمنه وقبل زمنه، قال الشيطان بيجي في محل القبور، ده ذكره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب شنو؟ الجحيم، لأنه ده عمل أصحاب الجحيم، ده ما عمل الأولي أصحاب الجنة يا جماعة. قال الشيطان بيجي عند القبور يعمل فيها أشياء، قال إما أنه يتكلم بصوت الشيخ المزعوم ده، تجي قبة الكباشي يتكلم لك الشيطان، أنا أبوك الكباشي، أنت تقول أوه الكباشي ولي، يا أخي ولي بتاع شنو ده ميت، ده الشيطان إبليس اللي بيتكلم. حتى ابن تيمية قال أنا ذاته، قال في ناس بيسافروا بالصحراء، قال جوني ضلوا الطريق، قال لقوا صورتي في الهواء في الصحراء، صورة بتاعت ابن تيمية، يقول لهم اذهبوا يمينا اذهبوا يسارا، يمشوا يمين يسار رجعوا بيوتهم، قال أتوني وقالوا أنت وأنت وأنت، يعني شكروا قال أنت هديتنا إلى الطريق، قال لهم إنما ذلكم الشيطان. داسل واحد من الجماعة ديل كان والله دق بيرك دق علم، وجاب نوبات وكشاكيش والنسوان بالصف بنات الجامعات،
كل واحد شايل قلمه ابوه الشيخ تفليه في القلم عشان انجح. ابوك الشيخ ده ذاته ان نزل الامتحان بيجي يطيش ابوك الشيخ ذاته، خلي القلم. عرفتها؟ فده ده الحاصل الليله يا ناس. ابن تيميه قال لهم ده شيطان، ده ابليس. شوف الناس دي نحسبهم ناس زايرين ربنا كيف. عرفت كلامي؟ قال لهم ده الشيطان. وده الليله يكذبوا شيء ما حصل ذاته، يكذبوا هم، هم الشياطين ذاتهم يكذبوا هم. حصل كده والقبه طلعت لبن وما عارفوا شنو، كذب. يغشوا الناس يا جماعه. وشجره بتحلب لبن، في شجره بتحلب لبن يا محتال يا كذاب. فالفك بتاعكم ده دجال باختصار شديد، محتال. ها؟ ولو معترض على كلامي ده اللي ناظر ننتف صوفة صوفة يا صوفي تعال. ها؟ قرب بطني قال يا محتال دجال كذاب. ودي رسالة للنساوين بالذات، ما في مرة تمشي للفقيه بتاع الحلة دي. أوعى يغشك يقول لك أنا بعالج بالقرآن، كذاب كذاب. شوف لو بتعالج بالقرآن ذاته حرام تتخذ مهنة، القرآن ذاته. ها رايك شنو انت بالكلام؟ وما بالك انه انت ما عندك علاقه بالقران، شغله بتاعت بخرات ومحايات وحجبات، وانت مكاش في صوفي في النهايه علاقتك بالقران شنو؟ كذاب. ونحن بنحذر الناس كلهم، الحمد لله ما قعدنا نخاف من زول. نحذرك، نحذرك جوا عينك. صوفي نحذرك جوا عينك. لانه ده دين الله. انت فاهم الحته دي؟ ده دين ربنا سبحانه وتعالى. وما حقي ولا حقك، ولا حقي ولا حق ابوك ذاته، ده حق الله يا زول. ده انا جاملك في دين الله، انت محتال ودجال وكذاب وكاهن وعراف، واللي بيمشي لك وبيصدقك كافر، واللي بيمشي لك وما بيصدقك 40 يوم الرسول قال صلاتك ما تقبل، 200 صلاه الله ما يقبل لك ابدا. كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من اتى عرافا فساله عن شيء وما صدقته لم تقبل له صلاه 40 يوما. خلاص؟ وشايف في قانون قالوا سنوه جديد في البلد دي؟ الفكهاء ديل بيعدموهم اعدام. انا بقترح تمشي تبلغ فيهم. بتهمة الدجل والشعوذة. انا كنت في السجن، معانا واحد تجاني صوفي شيخ طريقة. قاعد معي في السجن جوا مسجون. قال بيعمل للناس حجاب بتاع اخفى، قال يختفوا. وهو قاعد جوا. والحمد لله الله نجاني، انا طلعت وهو قاعد للليلة قاعد، ممكن نمشي نسجل له زيارة نبزغ له في راسه. صوفي مجرم تجاني، ها؟ قال عنده حجاب اخفى، ولا الليله ما اختفى، قاعد جوا السجن، واسال الله انه ما يمرق ليوم القيامه ويموت ذاته. لانه الحسن البصري عشان ما يجيك واحد كمان صار سنه ملكلك، ما هكذا الدعوه، هكذا الدعوه. هكذا الدعوه. عرفتها؟ ابن تيميه في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ذكر عن الحسن البصري. وديل سلفنا الصالح، انت قال سلفي يعني شنو؟ سلفي دي ما حزب ولا جماعه نازل الانتخابات. عرفت كلامي انت؟ سلفي ده دين الله، منهج الصحابه. عرفتها؟ فابن تيميه حكى عن الحسن البصري من ائمه السلف الصالح انه كان يدعو على اهل البدع فيخر الخارجي ميتا. اقول الله يقتلك، يقع الرب يموت. فده بيجوز، ده بيجوز تب. عرفت كلامي؟ لانه ديل موجودين بيضللوا الناس يا اخي. يغشوا النساوين ويغشوا اشباه الرجال من الرجال، يخدعوك. تمشي تبرك لشيخ يا اخي، انت زول شنبك قدر ده تبرك لشيخ؟ ها؟ ويقول لك ما تطلع للشيخ تديه ظهرك وصلبك، اطلع كده. قال كلهم محتالين ودجالين يا اخي. وتقلع عمتك وتقلع نعالك، اضيعوا الدين في البلد دي في العالم كت، وضيعوا الاقتصاد، وبقت الأمة دي ضعيفة عسكريا. سلطت علينا أمريكا وإسرائيل وغيرها، هم الصوفية باختصار شديد، باختصار شديد. لكن الليلة حتى الناس العاملين فيها سلفين، هم ما عندهم علاقة بمنهج الصحابة والسلف الصالح، ولا سلفين مبتدعة زي شيوخ أنصار السنة وقيادات ديل، انبرشوا للصوفية. بقى يزوروا الكباشي، كم أدى ولد كم حل عقد في كل بلد كباشي، مشوا له هناك أكلوا معه رز مع ولد الكباش. الحكايه جاطت يا ناس. لكن النبي عليه الصلاه والسلام روح لك الحيره، ما تحتار، ما في ما في ما في انت ما في زول بيحتار وزول عنده علم ما بيحتار. ليه؟ لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمتين وانا بختم بهم. قال تركت فيكم شيئين، اثنين بس، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. انتهى الموضوع.
لا قال جماعة، لا قال حزب، لا قال طائفة، لا قال غيره، لا قال غيره. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا أفتح فرصة لأخونا الشيخ ابن تيمية يواصل إن شاء الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.